سلاو خند کارانی عزیز امرو لکچری کی تازه من هیا باسی جی آی تی پروبلم اکین واتا نخوشکانی جی آی تی بشی سیم واتا کوتا پارتی نخوشکانی جی آی تی دزیزز لم لکچره تنها دو نخوشی زور ساده باس اکین كزور بسادش هلسو كوتي لغلا أكريد راست نشانا كاني قرصة وآزاري زورة بلام چارة سر كردنا كاني زور آسانا ديسبيبسيا واتا بد هرس كردن background ديسبيبسيا is a term refers to a group of abdominal symptoms that arise from five main conditions ديسبيبسيا وشيكي جنرالا واتا با گشتی پی او تری بد هرس کردن بد هرس کردن چن هوکاری کی زوری هیا واتا چن نخوشی اکا خوی گرتو لپینج نخوشی هموی لجر یک ناوی خوی کو اکاتو کناوی دیس پیپسی آیا چار سرکانی همان لاینی چار سر بو هر پینج نخوشی اکا که تجر یک تایتلی کی جنرالو که پی او تری دیس پیپسی آیا واتا نخوشی جنرالا که پی او تری بد هرس کردن پی اوتری دیسپپسیا بلام لناخی خویا لجوره و پینچ نخوشی لخوی اگری که یکیان این دایجستشنه و تا نتوانینی هرس کردنی خواردنکن گاسترو اسوفیجیل ریفلکس دیزیز ابریویشنی که با دندره و جی او آر دی هارت برن و تا دلکزانه و سوتانوی گده گاسترایتس هاو کردنی دیواری گده دودين الألصر قرحي دوان زغيري غاستريك ألصر قرحي قدا أم بينج نخوشية هميان بيك ناويكي جنرال أماجيان بي أكريكا بيان أوتري ديسبيبسيا بولا بري هر بينج نخوشيكا أبنا هوكاري بد هرس كردني أو خوارناني كالناو قدايا هيا هر بينجيان بهمان شيواز چارسر أكرين بويا قرنجنية كتو دايگنوسيزيكي تواوي بوبكي بلام أزانيت أم بينج نخوشيت هيا که باز لبد هرس کردن اکاد و تا خوارنکه با شوازی که نورمالی هرس نکرده و شوازی که نورمالی لناو رخولکانه در نتیجه داره و ایتیولوژی ها کارکانی چیه؟ The etiology of dyspepsia differs depending on its cause ها کار منظورم با dyspepsia Decreased muscle tone leads to lower esophageal sphincter incompetence often as a result of medicine or overeating یکی لها کارکانی که هر پینج نخوشه که اگریته و که بس لوازی مسولککانی جی آی تی اکات کاتی که ام مسولکانه لواز ابید که به هر هوکارک به هوکاری نخوشی به هوکاری درمان به یا خود هوکاری کی زور خواردن جاری وای خوی زور خواردن کشتی که نورمالیه ای که بشتی که اب نورمالو زور تأثیری که نگتیوانه لسر صحتی او پیشنت اکات بویا خواردن نابید اوورلود ایتینگ بکریه ابید ببری که گنجاو لسر لگل خباری گده نان بخورید کاتی که او مسئول کانی که لناو گده هیا خود لناو ریخوالا کانه هیا لاواز ابید ویلی خواردن اگاریتا و یا خود ترشالاو رکی لناو گده هیا اگاریتا و اچه تناو ایسو فیگس اما با دلکزانوی یا خود با سوتانوی گده اما جاکان امین ریتو پیشنتا که هستی پی اکا هست با سوتانوی گده اکات Increased acid production results in inflammation of the stomach, gastrites, and is usually attributable to Helicobacter pylori infection. جاری وهای خوردنی که اخوری پیشنت که پالکوتوه. ام پالکوتنه تأثیری که زور نگاتیف اکات سر حالتی راروی خوردن لناو گده که خوی نورمالی لدم و دست بی اکات حتا خواری خواره و که گده و رخولکان ابرید و اروات داره و به پروسیسی دیفیکیشن. بلام کاتی که بخوید اما والا پیشنتا که اکات چی ترشلوکی لناو او گده به بگارتا و ناو ایسوفیگلسی اگارتا و جاری واه اگارتا و بناو دمیشی اما نزوری خوارده و پالکوتوه دو او جولی نکرو دو خواردنکا ابتا هوکارک گده قرص ابت جاری واه گده ترشلوکی که زور زور درست اکات اما عزیت دیواری گده ایاد ستومک عزیت ایاتو ایکا با گاسترایتس واتا هاو کردنی ناو پوشی گده
هيليكوباكتر بايلوري نورمالي تواجدي هي بلام وجودي هي لناو قديا بلام كاتك زمينيكي زور باشي بو ارخسيتو ترشلوكي زور زوري لي ابيت لو لنا او قديا وايلي اكا هيليكوباكتر بايلوري تشانا اكاتو جماركيان زور زور ابيتو عزيتي ديواري قدايات بويا ألن زوربي هوكاركاني همو غاستريك ألصرو دودين الألصر أي قررنا بو هيليكوباكتر بايلوري إنفكشن أما جوريكي بكتيريايا كا أبيتا يكم هوكاري بو أويكا ألصر دروز بي بو أوي قرحة دروز بيت. Etiology: The presence of Helicobacter pylori is central to duodenal and gastric ulceration. وكوباس مانكر هوكاري سراكي دودينال ألصرو غاستريك ألصر أقررنا بو هيليكوباكتر بايلوري إنفكشن أو بكتيريايكا وتمان تشانا أكاتو ويلي أكات عزيتي ديواري دوان زقريو قدائيات هوكاري زورة بو أويكا أم بكتيرياي تشانا بكات جاري وهي جوري كي خواردن ويلي أكات جاري وهي درمان ويلي أكابونونا أسبرين نانستيرويدال أنتي إنفلاماتري دراكس increasingly common are medicine induced ulcer most notably non-steroidal anti-inflammatory drugs. Aspirin هيك لو درمانانية كزور باوة كأبتا هوكاري سراكي قرحة كاتي كالسر قديكي بطال وربيجيريت وأقر بدوسي كي زور قورة وربيجيريت قرحي كي زور قورة دروسكات. Specific question to ask the patient dyspepsia كاتي كنخوشي كي جنرالي هيا بناوي ديسبيبسيا كبينج نخوشي تر لأقريتا خوي چن برسياريكي أتوانين لبيشنتكي بكيت بو نمونة ايج تماني سيري تماني بيشنتك أكين كاتكا جنج بيت ياخد لتمنى قوربيا young adults are likely to suffer from dyspepsia with no specific pathological condition اگر جنج بيت هر علي ديسبيبسيايكي آسايا ناليت نخوشيكي دريش خاني لقلا ياخد نخوشي دلي هي ياخد شكري هي زختي هي بو نخوشيكي ابنورمال ياخد باثولوجيكال كونديشن يك نيقراني توا تنها علي توشي ديسبيبسيا بو طوال بلب اقر لتمنى قوربو unlike patients over 50 years of age in which a specific pathological condition become more common بلام لا بيشنتي كتماني سرو بانجا صالبي كاتي كتوشي تسبيبسيا أبي يكسر ايقارانيتا وبو نخوشي كي تركا حالتي كي بلينا نخوشي كي دريش خايانا لو بيشنتي هيا عليت أم قرحيا ياخد أم تسبيبسيايا أم نخوشيانا هو كاركي أو نخوشي دريش خاياني كهيتي بيشنتكا Location of the pain هموكات شويني تسبيبسيا لكيو أبيت نخوشكا وآماجي بي أكات قلت ازاركم هي لسروي ناوك واتا دسبو بهردو دستي اماجه بناوسكي اكاتو دس اخات سر قدي وقلت قدم ايشيتو ازاركي زور زور مهيا بلام زور بيكات شوينكي سرو ناوكي او بيشنت ابيت جوري او ازاركا للاي بيشنت كابي pain associated with dyspepsia is described as burning and discomfort هزب سوتانوي قد أكاد هزب آزاري كي زور زور أكاد وهزب نارحتي كي زور أكاد Radiation of the pain Pain that radiates to the other areas of the body is indicative of more serious pathology and the patient must be referred The pain might be cardiovascular in origin especially if the pain is felt down the inside aspect of the left arm كاتيك آزاركا لشويني خوي جيجير بو بو نمونا بيشنتكا دس أخاتا سر قدي ألي من آزاركم أليريا أما آزاريكي زور سادية هيتش كيشيكي نيا راديشيني نكردوا بلاو نبو توبتتا بارشاكاني تري لش بلام كاتيكا بينكا راديشن أكاتو أرواتا بارشاكاني تري لش بو نمونا أغاتا لاي بشي سروي صنجي وياخد قولي راست قولي تشابي قولي تشابي أغريتاوا أما آماجيك بو أويكا نخوشيكي ضلي هي أم بيشنتا أما تنها آزاري قدنية أما نخوشيكي قورتري بدواويا بويا دو جوري آزار من هي آزاريك هي كتنها لناوسكي أو بيشنتا أمينيتاوا لدورو باري قدو دوانزاقريو ريخولاكان أبيت أو بيك شوينك ببنجا ياخد ببنجا كاني أو بيشنتا آماجي بي أكريد لو شوينة جيجير أبيت آزارا كان راديشن ناكاد بلاو نابيتاوا بلام اگر ازارک بلاو بو با بلین بپیکات ورده ورده زیاتر تشنه اکاتو ازارک بلاو بیتو اچتر پارچکاری تری لشی او پیشنتا اما اماجه که بو نخوشی که قرسترو یا خودشتی که مترسی دارتر
associated symptom. Persistent vomiting with or without blood is suggestive of ulceration or even cancer is must be referred. Black stool indicate a bleed in the GIT tract and must be referred. جاری وه حالتکان من زور زور آسانه آزاره که سوتانوی که گده هز با قرسی گده اکه امانه هیچ پیویز بوا ناکات احاله پیشنت یکی تری بکه یا خود احاله نخوشخانه بکیت بلام جاری وه کیسکه زور قرس ابیت و بو نمونه پرزستنت ومیتنگ من هیا واتا رجانوی که بردوامی لگلا جاری وه رجانو که خوینی لگلا جاری وه رجانو که خوینی لگل نیا اما اندیکیتری که زور باشه نشانه که زور زور باشه که اما پیشنتا توشی قرحه بوا باکو باس من کرد لناو پول ویت من قرحه چن ستیجی که هی ستیجی یکمیان تنها دست بی اکاد با روشانه که ساده بسیطی دیواری گده تنها با روشانه دست بی اکا بلام ام روشانه که تکا چار سر نکرد ورده ورده بر او ترشلوکی ناو گده اکوید زیادتر روشانکا زیادتر ابه ورده ورده قولتر ابه تو برینکا حتی ابه با السر کی تاو او السر زودتر گورتر ابه زیادتر گورتر ابه با پرفوریشن واتا گده کن اکات امجاره کاتی کلستیجی السر بی واتا برینکی زور قول لناو گده ابهت او کاتا خوینی لیه او برینه که پیشنتکا ارجه تاو هزبا نا مرتاحيك أكاتو كاتيك أرجيته وياخد هيلون جيت زوربي كات أكاتها أويك برجيته وش رجعنا وكخويني لقل أبيت أم كيسانة أبيت دس بجي إحالة بكريت ياخد ريفيرت بكريت بو نخوش خانيك ياخد بزيشكيكي تايبت منت جاري واهيا باشا رويكي رجدا أنيت أو بيشنتا أمش دليلي هيترا ياخد نيشاني هيترا كأو بيشنتا جي آي تي توشی نزیف بو لجوره و بلام نبو با وامیتینگو لدن بیت داره و با پیچوانه و ابیت با بلین اخوینه کی بستو رش دا اگرسید تاریک دا اگرسید رنگه که لگل ستولایت داره و بای ستولکه رنگی رش اگرید امش پیویستی با احاله کردن بولای پیزشکی تایبت مند اگریویتینگ فاکتر Symptoms of dyspepsia are often brought on by certain type of food, for example, caffeine containing product and spicy food. زور جار پیشنت یک من هی علت قدم زور هستیاره و زور جوری خوردن. بونمونه کافئین و یا واتا چای و قهوه و نستلو او پروداکتانی که کافئین یعنی به شوازی کی گشتی یا خود خوردنی کی زور زور تیش یا خود خوردنی کی زور ترش. اما نه زور زور. عزیتی گدی کی هستیار ایا او اگر هستیار بیا بلام گدی و من هی خوی بری ناره السری هی لچستیج کی السر بیا ام خوردنانه ویلی اکات حالتک قرستر اکاتوا ازاری پیشنتک زیاتر ابیت سوشل هیستوری ایتینگ فود اون ذا موف اور تو کویکلی از اوفن ذا کوز اوف ذا سیمپتوم جاری وه پیشنتک زور بخیرای خوردنک اخوا جاری وه فریانا کیت پاروکان بجویت امن بپلای خود یا خود هر بپی و خوردنک اخواتو لګل بخیرای اروات ریوا اما ویلی اکات تاثیر کی نیگاتیو دروس اکا لسر او گدیا ناهلیتا بلا سپلای بروات بو او گدیا هتا خوردنک هضم بکریتو بلاو بکریتو بچتنو پارچکان تری لشو استفاده لی بکری بو یا گدل لره قرس ابیتو رق ابی لبر او بلا سپلای لی براوه بلا سپلای بو شونی تری لش اروا او پیشنت لبر او واخریک رویشتنا اروات ریوا بلا سپلای کار بو قاشکان اروات بو دستکان اروات اروا بو ضلی زیاتر ناهلیت بروات لای گدی Gastric ulcers are also more commonly associated with weight loss and GIT bleeds. کاتی که نخوشکانی گده دریش خاین ابید یکم نیشانی که ابین ری لسر پی او پیشنتی اوی وزنی دا اگرید. وزنی که زور دا ابازیتو توشی انیمیا ابید توشی فقری دم ابیدو خوینی کم اکاتو آسن کم اکا للشیا بو لبر اوی ام پیشنتا ببردوامی خوینی لی اروات. Patients can experience weight loss of 5 to 10 kilograms, and although this could indicate carcinoma, especially in people aged over 40. جاري واه patient كمان سيري أكيد كا وزني دا أبازيت نزيكي 5 بوتا كيلوغرام وزن دا أغريت بو لبرقوي
جدي خواردن هر سناكات بشوازي كي نورمالي ولشي سود لو خواردن نابينات بشوازي كي نورمالي كا نورمال اوت اويكا خواردنكا كلا دمو اروات خوارو اتشتا اسوفيجس و اتشتا ستومكو اتشتا سمول انتستن و لارج انتستن و اتشتا ريكتم كاتي امرا رويت هوا و اكات خواردنكا كاتي كا هرس اكريت توشي ابزور بشن ابيت هر شوني بارتي كي لشمان concerned with absorption of a specific type of food or mineral or vitamin. جاري واهي چنشويني كي تايبت هي للشمان گرنگي بوا ايات چه mineralic absorption كات چه vitamin absorption بكات يا خود چه protein absorption بكات يا خود lipid لكو absorption اكريت امانا همو بشاكاني لشا كا هر كسي تا هر بابتك و هر پارچه كاري تايبتي خوي هيا ام پارچانه کاتی که ابزور بشنی او خوارنانه اکات لرگای بلده و هول ایات بینی ربو همو لش که حتا سود لو خوارنانه ببینه که او پیشنت خوار دویتی اما نورمالی بلام کاتی که حالتی که ابنورمال منها به پیشنت که ازاری که زوری یا بیتو ارجیت و رجانو که خوینی لگلا یا خود دیفکیشن اکا دیفکیشن بلینا فی کلا پرودکت که خوینی لگلا او گده ترشالو رجاندنی زور با شوازی که نورمال نیه امانه همی نور ابنورمالتیه کاتی که ابنورمالتی دست ما بکرد و تا ابزور بشنکش من ابنورمال ابی و لگل اوش دستریبیوشنی خوارنکش من ابنورمال ابیت كاتك وزني كيزور زور دا بغريت جاري وهي او بيشنتا و دايغنوسس اكريكا كانسري هبت بلام كاتا برياري او بين اي اما تنها السر ياخد بروغريسي كردو بو با كانسر بيويسمان بفحص كيزور زور هيا هتا او برياري بين بلام احتماليتكي لبيشنتي كانسري 48 صالي بيت اليت احتمالي كيزور هي كتوشي كانسر بو بي لبر اوي 8 هيا Non-steroidal anti-inflammatory drugs use is associated with a 3-4-fold increase in gastric ulcer. Oku bas man kird derman hokari ki zor sarakiya bu awi zootir aw patienta tushi gastric ulcer bia. Wa agar khoy gastric ablayna gadeki hastiari habia ama zor zootir waili aka katushi gastric ulcer bia. Non-steroidal anti-inflammatory drugs yek aglaw dermanani ka bas man kird bu numuna aspirin. Waili akad aw gadeki tushi روشانی که زور ابد توشی ایروژن ابد گاستریک ایروژن ابد لفیرس ستپکا دوای او اگر چاره سر نکری با بر دوامی او پیشنت اسپرین ور بگریه یا خود ولتارین ور بگریه یا خود پروفین ور بگریه یا خود پونستان ور بگریه امن درمانانه هموی عزیتی گده آیاتو توشی روشانی بلین دیواری گده ابد بیلیری دیزیزس نخوشکانی بایلری دکتر زراو acute cholecystitis inflammation of the gallbladder التهابي gallbladder واتا التهابي زراو cholelithiasis presence of the gallstone in the bile duct واتا بوني برد لناو gallbladder واتا لناو كيسي زراو بردي تيا أبيت أما أبيتا هوي آزاريكي زور آزاريكي ببردوامي Both are characterized by persistent and severe pain. واتا ازارکی اونی بلی تاویک برواتو تاویکی اتوا توزک اهوان ابت نخیر ببردوامی ازاری هیا و ببردوامی ازاری کی زورو للیولی کی برزی شبت. Classically, the onset is sudden and starts a few hours after a meal, frequently awaking the patient in the early hours of the morning. ام پیشنتا با بردوامی آزاری که زوری ابیت و آزارکه لأستی که زور برز ابیت و چن ساعتیک لدوای خواردن دست بی اکادم آزاره یا خود پیشنتکه خوتوه لخوی که زور قوله او آزاره پیشنتکه بخبر اهانت که اکاتا بلین کاتمرکانی بره بیان که لأو پاری خوی که قولی پیشنتکه اب آزاره امانه به هیز اتوانی او پیشنتکه لخو هستینه The pain biliary colic is severe in the upper abdomen below the right rib margin. Biliary colic may be precipitated by a fatty meal. Azari azrau zorzor baqwata labashi sarawi sik abinret lalai lalai rast abinret hasti pi aka patient taka lalai rast yati bolin bashi sarawi ski lalai rast agreziatir ام ازاره زور بی کات خواردن یکی زور قرصو چور بخواد ام ازاره دست بی اکات گاسترو اسوفیجیل رفلکس
ام ريفلكس ما بستي اويا او ترشلوكاني كالناو قده اجرته واتاتو بو اسوفيجس جاري وها امن بقوه باك فلوكي كاجرته ريك هاتا جات لي اجت ناو دم جاري كتر جاري وها بس تنها ترشلوكا كاجرته جاري وها نخير خواردجنج لقل يا اجرته ببريكي كم بلام امد جواز لقل هي لنجور جانوا is leaking backward of the acid content of the stomach into the esophagus that cause irritation of the esophagus. It's often precipitated by a large meal. كاتك خواردني كي زور زور تشور أخويد ياخد خواردني كي زور زور أخويد أو بيشنطة سير أكاد ترشلوكي ناو قدي لقل خوارد توزا خواردني كي لا قدي أرواتو ناو إسوفيقص أما توشي برناربوني إسوفيقصي أكاتو عزيتي أيا الريتابل باول سندرم خوين كاراني أزيز IBS الريتابل باول سندرم زياتر بيواندي بباري دروني أو بيشنطة هيا بيشنتك قلقة زور بيركاتة ولكاتي امتحانات بلين مشكلتي عاطفي هي أم نخوشية زياتر بيواندي بباري دروني هي هتا قلق بيت أو بيشنتة أم نخوشية زوزو رؤياتو وزياترش رؤيات فتريك باش أبيت فتريكي تر بوي أقارتا وجاريكي تر زوزو يتو زوزوش أروات is a common non-serious but trouble some condition in which symptoms are caused by colon spasm. كاتكا رخوالا كاني رق أبيتو لبرقوي توشي تشنجاتي كي زور أبيت جاري وهي هوكاركي أويكا توشي خاموكيك وياخد خفتيكي خفتيكي زور قوربوا ناني بي ناخري جاري واشي نخير نان أخوات ألغلهم مخفتة زورة نانك أخوات أو نانا لناو قدية أبيبا برديكو ناجولتوا أما همو رخوالا كاني ياخد قدي رق أكاتو توشي سبازميكي أكات. There is usually an alteration in the bowel habits, often with alternating constipation and diarrhea. أو GITA سري للشواوة جاري وهي توشي diarrhea أبي جاري وهي توشي constipation أبي لحالة irritable bowel syndrome. بو لبرقوي تشانوجيكي زوري كردوا وبيبانديكي بيبانديكي مباشري لقل باري داروني أو patient هيا خفت أخواتو قلق وباري داروني زور جيجيرنيا ويلي أكاد أم نخوشيا زوزو صالحالات ولا لاي Pain is usually present. Azariki zor zori hai. Lifestyle advice should be given to the patient such as kate kaita darman khana ka hasti pi akait alat jari wa hai skm achew jari wa hai qabzm azaru pi cheki zor banaw skmayatu azaraki zor zora ام اكثر لخيالي خوتا اليت اما irritable bowel syndrome تو ابي advice ki people chip ki basha u china kit basha ابي يكبشت بي بليت چوري خوارنكت بگورا لخوارنكي چوري و بيك بخوارنكي كم چوري و بريكي كم تر بخو بلام زوزو نان بخو الكهول انتيك كبت تو ريكومندد ليفل كاتيكا الكهول اخواتوا ياخد بلين بيلن مشروب اخواتوا ناتواني بي بلي الكهول رابقرو ميخورو لبرقوي او زور زور قرصة او كباسي الكهول ادكشن ما كردوا الكهول ادكشن شتكنية كا ببرياري تاك كسيك بيبلا بيبلات تو الكهول ور مقرا ايتر بلا بلا باشا ايتر الكهول ور ناقرم ابيت وردة وردة هول با دس الكهولك حل بكريتو لبرقوي امشتيكا تو تناولشي او بيشنتا وتوشي ادكشني كردوا ابي ام ادمانه هتا كوتاي بيبيتو طوابه ابيت وردة وردة دس حل بكري لو الكهولية بويا نسيمانا الكهول انتي كيبت تو ريكومندد ليفل واتا ليفلك هي كليفلكي كما كزور بيوي ديارنا بتوزر عزيتي او بيشنت نايت بيبل هر تنها او نبخور لو زياتر نخويتوا با زياتر عزيتي قدوري خولا كانت نايت بلام ناتواني بيبليت دس حل بكري لا الكهول خوارنوا ابي بيبلي هول با وردة وردة دس حل بكري لا الكهول خوارنوا stop smoking a bit people it جيركيشان رابغريت واميشان براستي بهمان شوي اتيتوا ضمني الكحول لبرقوي ايما سموكينج ادكشن مان هيا اويش ابي people it ورده ورده stop smoking بكيت لبرقوي زور زور زحمتها بتواني بيق جار دس حل بغري لا سموكينج بالان سموكينج توزك أهوانتر أسانتر لتشاو الكهول لبرقوي تنها أو نيكوتينة توزيز أسانتر بتوانين إما كأدفايسي بيشنتك بكين دسيلي حال بغريوكو الكهولنية
decrease weight أبيت بفيشنتا كابليتا هول با وزن دابقرة توزي خوت ضعيف كروا ناني كم تربو خوروا و reduce كافئين انتيكا هول با أخوار ناني كأزانيت قدتي بي هستيارة وكو بلين أواني بابتي قاوة وشاو نستلا أبشتانا كم كروا وأقر درمانا كاني بلين وكونا نستيرويد الانتي انفلاماتري دراكس أسبرينو بونستانو بروفينو فولتارينو أمانا همي كم بكاتوا بيشنتكا حتى أزاري قدي باش أبيتها. Small meals eaten frequently are better than large meals as reducing the amount of the food in the stomach reduces gastric distension which helps to prevent reflux. خوينت كاران أمل لاي خوش معنا هيا أليتا كم خوري دايم خوربا. Small meals واتا خواردني كم كم eaten frequently واتا كم خوري دايم خور باشترين رقايا بو اوي كبيشنتكا خويلة ازاركاني قدوري خولة بدور بقريتا management كاتيكا كيسك يتا درمان خانة اما چون اتوانين چارة سريبكين چارة سارة كمان چن لفليشي هيا سارتا بانتا اسيد اتوانين دس بيبكين انتا اسيد واتا چيا ديجا درشالوك Ensure the product has quick onset and long duration of the action. أو درمانا نأنسين بو أو بيشنتا كخيرا إيشكا وبماويكي زور دريش خاين إيشكا تيكيك لوانا مغنيسيوما ألمنيوما كاليسيوما أمانا هموي بفوار همانا بحب همانا أتواني بيه ببيشنتاكا حتى كوريكشني أو غاستريك سكريشني كالناو قدو جي آي تيا رؤياتا بويت تنظيم بكاتو بويريك بكا In general, liquids are more effective antacid than are solids. They are easier to take, work quicker, and have a greater neutralizing capacity. أخوت من همانا باشوي فوارة واتا عدن كي حابة أخريت النوبة داخلكي أو أما أكو شليك تعاملي لقى الله أكري همانا وكو حابة بلام كاتيكا شلبيت وكو بلين دن كي حابة بخريت النوبة داخلكي أو ياخد بكو شروبك بي بخريت أبخريتوا أمانا زور خيراتر إفكتم آياتي وزور خيراتر إيش أكاتو وزو نيوترلايزنج إفكتم آياتي Antacids are best taken about 1 hour after a meal because the rate of the gastric emptying has then slowed and the antacid will therefore remain in the stomach for longer time. هميشا advice patient كا أكيد علي antacid كا يك ساعات لدواي خواردن وري بقربو لبربي أوكاتا خواردن أو درمانة بوكاتي كي زور زياتر أمينيته لناو قدية ناهلت خيرات تأثيري درمانة كا كوتاي بيبيتو بلين ترشالوكا كا ديسان كونتاكتي هبي لقل ديواري قدا خوي كاتي كا قدا عزيتي بي أقات كاتي كترشالوكا كا كونتاكتي كي مباشري لقل ديواري كا هبي لقل ميوكاس ممرينكي استوماكا هبيت بلام أقر كا كونتاكت نهيليد لقل يا روبات أزار رونايات أنت أسيد كان ديسان دوباري أكينو بشيوازي كي قلدر صوديوم باي كاربونيت أنت أسيد containing صوديوم باي كاربونيت should be avoided in patient if sodium intake should be restricted example in patient with congestive heart failure وتمان تنجوري كي أنت أسيد مان هي وكو مغنيسيوم مان هي ألمنيوم مان هي صوديوم مان هي بلام أبيت رتاوي بيشنتا كبكي أغر بيشنتا كمان لوانا بكا نخوشي ضلي هبي بدور راوستا لو درمانانيكا صوديوم باي كاربونيتا ألمنيوم أند مغنيسيوم ألمنيوم يك أي بيكي هي كاتيكا أدريبا بيشنتك توشي كونستي بيشني أكات ومغنيسيومش كاتيكا برجيكي زور أدريبا بيشنتك توشي دايرياي أكا بوي أغر بيشنتك دايرياي هبي هولبا ألمنيومي بيتي وأغر بيشنتك كونستي بيشني هبيت هولبا مغنيسيومي بيتي باعكسا وأوا زور زور باشا لثان تيغنا تيخانت كاران ألمنيوم هوكاري سراكي كونستيبيشن ومغنيسيوم هوكاري سراكي دايريايا بويا اگر بيشنتك هر كام لم نخوش يعني هبه ببيشوانه ودرمانك حل بجيره أمانة جوركاني أنت أسيدة كان بون كاليسيوم شمان هي كاليسيوم كاربونيت if taken over long period at high doses can cause hypercalcemia and so should not be recommended for long term use أميش شوازي كتري هي كاتيكا بيشنتك من توشي هايبركالسيميا ابي اگر كالسيوميكي زور زوري بيتين بويا انت اسيدا كان هولبا انت اسيدك هل بجيري كخيره افكت باتي بو ماويكي درو دريش بتواني ايش بكاتو چاره سري كيسكت بوبكا الجينيت زور بينيو مانا ايما ام درمانا كوكولواني كافيسكونا الجينيت فورم ا رافت ذات سايت اون ذا سيرفيس اوف ذا ستومك كونتينت اند بريفنت ريفلكس وكو يك كفريك ياخد يك طبقيك ياخد يك بوشك ياخد وكو كفريك
درست أكاتا قباخي درست أكاتا لسر أو خوارنا ناهيلت هيت كونتاكتك هبي لقل ديوارا كانو برقراتو ريفلكس كاجاري كتر برقراتو بناو إسو في قصة بهش شوازكش ناهيلت ترشالوكا كبر ديواري قدا بكويت بويا اكثر كبيشنتك جافيس كون وير اجريت حسبه وكات ك او هارد بيرنينج كهيتي نامينيت وفينك ابيتو لنا وقدي برودكتس كونتينينج الجينيتس ار كومبينيشن بريباريشن ذات كونتين ان الجينيت وذ انتا اسيد جافيس كون بويا زور باشا هم انتا اسيد كيتيا وهم الجينيت كيتيا ك لهمان درمانا لهمان شوشي درمانك تواجد يعني هي وبكالجيت Alginate products with low sodium content are useful for the treatment of heartburn in patients on a restricted sodium diet. أو ألجينيتيكا كم ترين رجاي صوديومي هي أو زور زور باشا بو بيشنتيكا كيشي بلين دلي نبتو و بتوانيتها بكاري بيانا لبري إمو كوت من بيشنتيكا كيشي دلي هبت كالسيوم و صوديوم زور زور عزيتي آيات ناطاني بكاري بيانات H2 antagonist جاري وهي هول أين أو ترشالوكي كقدا دروسي أكاد كم بكريتوا بشي كم بكريتوا ب H2 antagonist H2 يكيك لا ريسبتركاني هستامينة كلاناو قدايا هي ناوي H2 ريسبتر اما تشيكين أو H2 ريسبتر إيشاكي تشيا ترشالوك HCl هيدروكلوريك أسيد دروس أكاتو إيرجينة تناو قدا إما أبي درمانك بكار بينين بو نمونا راندين راندين تشيا H2 أنتاغونستا أنتاغونست واتا تشي أكات بلوكي H2 أغونست أكا أغونست درمانكي أرشت واتا هيدروكلوريك أسيدكي HCl كي أرشت بلام راندين أكات تشي أكا هول أيا نيوتراليزيشن إفكت أكا ياخد تعادلك لقلا أكاد ياخد كمي أكاتو أمر جاندري أم HCl Where food is known to precipitate symptom the H2 antagonist be taken an hour before food أتوانين باشترين كات بورقرتني رانتدين يك ساعات بيش خواردن أبيت حتى بتوانيت كاتك خواردنك تشوانا وقدا هيدروكلوريك أسيدك رجاندرا لوي رانتدين بوني هبتو بتوانيت كمترين ريجي هيدروكلوريك أسيد برجينة ناو أو قديا لبرقوي هتا ريجي هيدروكلوريك أسيد كبرز بيتوا أما والو أكاد أو قديا زياتر عزيتي بي أقات وتمان H2 أنتاغونستا كان تنها رجاندني هيدروكلوريك أسيد كان كما كاتوا بلام درماني كترمان هيك ناوي بروتون بامب إنهبيترا أم بروتون بامب إنهبيترا تشي أكاد بلوكي هيدروكلوريك أسيد سكريشن أكاد واتناهل بهش شوازك أو ترشالوكي ناو قدا برجندريا يكي قلوانا أومي بيرازول إيزومي بيرازول أند بانتو برازول أم درمانان زوزور باشا أومي بيرازول هوانا يشي نيكسيوما يكي قلو درمانانيه كزوزور بكار إهندريد بأو كسانيكا قرحيان هيا are generally accepted as being amongst the most effective medicine for the relief of the heartburn هارد بيرن بتواوتي تشاك اكاتو بو لبري ايما هيدروكلوريك اسيد سكريشن ما نما قبات كراوا بشوازكي تولتا بشوازكي بتوتالي بتوتالي بقشتي داخراوا هيدروكلوريك اسيد سكريشن ما نما كانت كراني ناصر نخوشي دوم كناوي نوزيا اند فوميتينغ نوزيا هيلنجا فوميتينغ رجانوي نوزيا از انبليسنت سنسيشن which may be a precursor to the forceful expulsion of the gastric contained vomiting. زوربي كات پیش اوی vomiting روبات نوزيا رؤيا. واتا پیش اوی پیشنتكا برجتوا هيلنجيت. بلام شرنية همو جار هيلنج دواب دواي vomiting بيا. بلام همو كاتيك vomiting رؤيا پیش اوی هيلنجيت پیشنتكا. نوزيا ياخد vomiting بالداني كي زور بهزي او خوانتينتي كالناو قديا يتدروا لناو دما يتدروا بشيوازي كي زور بهزي وزور بقوتا كآزاري كي زوري او بيشنتا آيات هو كاركاني هيلنجو رجانا واتشين causes of the nausea and vomiting include gastrointestinal condition هو كاركان لهرواتي لناو جي اي تي بيت infection acute alcohol ingestion and anxiety severe pain cardiovascular
جاری وه قلقتن ها پیشنتکه جاری وه پیشنتکه مشروبی کی زور زوری خورد و تو لپرا یا خود التهابی هه بون من التهابی جوی ناوراست کاردیوواسکولر نخواشی دلی هه او پیشنتا آزاری کی زوری هه ل شونه کی لشی امانه همو ابته هو کاری هه لنجو رجعنوا What do you need to know ابت چی بزانین تمن تمن خالی کی زوزو گرینگه حتی جوری رجعنوا کان جیا کی توا Vomiting of milk in infant less than 1 year old may be due to the infection or feeding problem. أو منارانيك تمانيان ليك صالك همترا كاتك أرجينوا هو كاركيان أو التهابي كان هي ياخد كيشي كان هي لقلة جوري أو خوارنا ياخد جوري أو شيريك أي خوانوا. Timing of the nausea and vomiting. Early vomiting is often associated with pregnancy and excess alcohol intake. كاتك كا رجعنا وكان بيانيان رؤيات دو هوكاري سركي أبيت يان أوي أو بيشنتا مشروبه كي زور زوري خواردو توا ياخد أو بيشنتا بريغننتا If vomiting occur immediately after food this suggests gastritis أجر دو عبدوي خواردن يكسر رويا أما هوكاركي أوي كا التهابي قديه If vomiting begin after 1 or more hours after eating food then ulcer are possible أجر شان ساعاتك ساعاتك ياخد شان ساعاتك لدي خواردن رويا اما اويك اليتس قرحي هيا Duration Generally adults should be referred to the doctor if vomiting has been present for longer than 2 days كي patientك refer اكي ياخد احالي اكي بو نخوشخانة ياخد بزيشكي تايبت مند اقر قوري بي دوروش ببردوامي برجيتوا او ابي رواني بزيشكي تايبت مند يبكي بلام اقر منال بيت تماني خوار تماني دو صال بيت بي اوي هيت شاوري بكيت ابي دز بجي رواني نخوش خاني بكيت بو لبر اوي لقل منالا ما ترسي وشقبونوي لشمان هيا Associate symptom Diarrhea An acute infection gastroenteritis جاري واهي هوكاري ترهي بورجانا وكابون ومنا سكتوني كي زور زوري هي كهوكاركي اوي كالتهابي كي زور زوري هي لناوغ دوري خولكاني او بيشنتا اما ابيتا هوكاري رجانا و كول سيمتم فيرال انفكشن واتا اعرازي السرماي هي توشي فيرال انفكشن بوا سرماي بوا ليرا هيلنجي و اليتا قدي زور راق بوا بوايا ارجيتاوا vomit with a fecal smell جاري واهي بيشنتا كارجيتاوا بوني vomitaكا زور بيسا بوني fecal smell ليتا mean that the GIT tract may be obstructed. اگر GIT هر داخسنه کی تیابید لهر شوینه بید اما ویلید رجعنا وکبونه کی زور نخوشی لی بید. Vomiting of blood جاری واه ارجیتا و اما لهمو حالتا کانی السر کاتک اگه تا ستیجی کی زور ادوانس رجعنا وی لگل ابید. Dizziness or vertigo may point to inner ear diseases. اگر التهابی جوی ناوراستی هبید سری بگه جایی تو سری هستکات او پیشنتا كبلين خريكة بلاي أكويتو أبوريتو أما هوكاري كبو أو كبرجيتو هميشا التهابي جوينا وراست رجعنا ويلا قل أبيت Medication Drugs that may cause nausea and vomiting like أو درمانانيك أبيت هوكاري أو كرجعنا ويهيلنج باتو أو بيشنتا رؤية أسبرين and non-steroid anti-inflammatory drugs Some antibiotics, example doxycycline, estrogen, steroids, narcotic analgesic, digoxin toxicity. ام درمانانا همو يان كاتيكا patient اكواري اقريت هسبا هيلنجي كورجانا واكاتا. Condition to eliminate. Nausea and vomiting associated with headache. Vomiting and especially nausea are common symptoms in patients who suffer from migraine. Migraine واتا شقيقة. زوربي كات او patientاني كا شقيقان هي هزب أزاريكي زور زوري لايكي بشيكي سريان أكنو وبردوام هزب وأكاد كنوزيا وفوميتينجي أبيت However, other causes of the headache can also cause nausea and vomiting وهو كان لترش معنها بو أزاري سر أوانش أوا لبيشنتك أكن كتوشي نوزيا وفوميتينج بيت Nausea and vomiting in neonates up to 1 month old أقل لبيشنتك نوزيا وفوميتينج روبا 8 تقريبا مانجيكا يا مانجيك زياترا vomiting in neonates should always be referred because suggests some form of the congenital disorder اگر لو تمنى بتشوكا توشي نوزيا و vomiting بي اما ابيت خيال بو او بروت كأم منالية
بلين نخوشي كي هي كلاقل لدايك بونا ولا قليتي زكماكي بي يعني نخوشي زكماكي بي الين اما هلكاتي كلاديك ولا قليتي ام نخوش يعني most common causes are feeding problem gastrointestinal and urinary tract infection لو انا كي شي خاردن بي لو اتش كي شي gastroenteritis بي لو اتش كي شي urinary tract infection بي بلا ما بي لتك نتشي فوميتينغ لقلا ريجارجيتيشن لبير نتشي كاتيك منال شير اخوات هميشه قرقانك اياتوا ياخذ هيلنجيكي بسيط اياتوا توزك او شريك لنا ودميا ما وتوا يتدروا او ريجارجيتيشن جياواز لقلب وميتينغ فوميتينغ اويا بهيزو توانايكي زور وبريكي زوري شيرو خاردن لدمي او بيشنت يتدروا وزور عزيتي اياتو ازاري زور ابيات بلام ريجارجيتيشن ازاري ني بعكس ودواي ريجارجيتيشن او منالا اسراحت اكا بلام لدواي فوميتينغ او منالا زور زور هلاك بيا Vomiting in infants need to be differentiated from regurgitation. Regurgitation is an effortless backflow of the small amount of the liquid and food between meals or at feed times. Vomiting is the forceful expulsion of the gastric contents. Water. Vomiting zor behesa u zorish azar baksha. جوری که تر من هیه که اویش ابتا هکاری رجانه و زور کس هیه که تی که سواری سیاره ابیتو یا خود سواری تیاره ابیت یا خود لنو بلین دریاکان سواری بلا مشد ابیت اما نه ابتا هکاری اوی که پیشنتکا سری بگیش آیتو هزبه و اکاد بیتاقت و لاواز ابیتو هیلنجی و برجیتا و ام نخوشه پی اوتری موشن سکنس caused by a conflict of messages to the brain where the vomiting center receives information from the eyes, the GIT tract, and the vestibular system in the ear. The problem is most common in children. Any form of travel can produce symptoms including air, sea, road. What motion sickness, hamu, amrazakani, gayandin, abeta hokari motion sickness. Ziyatr la minal ruaya, balam. لهمو تمنى كان بوي هي روبات بلام اوي استا علاج هي ودرمان هي اتواني ظالب بسر اوانا كرؤيات كاتيكا سواري هر امراض الامراض جاندن ابيت او بلين بيشنت يك سيجنالك اروات بومشكي كلمشكي همو بيشنت كان شي هي شوينك هي بي اوتري كيمو ريسبتر تريجر زون كيمو ريسبتر تريجر زون او سنتريا كنترولي رجانه واكات لناو مشكي هر بيشنتك ياخد هر كسك لإيما أو سنترا بنورمالي أكتيف ناكريا بلا جاري واهي بخواردنا جاري واهي بلين بريوبانا كاتي كسفر أكات أمانا أبيتا هوكاري كأو كيمو ترايجر ريسبتر زون أكتيف أكريتا وسيجنال أرواب ومشكي أو بيشنتها تا برجيتاوا Morning sickness pregnancy should be always considered in women of the childbearing age if nausea and vomiting occur in the absence of the other symptom. Morning sickness وتمان دوكات رجعنا ولا بيانينا الرؤيات اگر بيشنتك بريغننت بي زوربيكات لسيمانجي يكمي حمل ام رجعنا وي الرؤيات ولا بيشنتك ابو بيشنتك يتر جياوازا واگر بيشنتك الكهول كونسمشنكي زوري كردو بيتو الكهولي كي زوري خواردو بيتو بو بيانكي كهلسي لخو يكسر هيلنجو رجعنا وي كي زور زوريات منجمنت چون چارة سري ام كيسا اكين Rehydration therapy. أبيت هول بيت أوي كي زور بين بو بيشنتا ياخد أوي بو هالواسينو برو كلور بيرازين It's a relief nausea and vomiting associated with migraine وأتوانيت حتى نانت أو أزاري بلين نوزيا وفوميتينغي كالقلة شقيقيك شاروبات بتواني لا كوليكاتو It has potent anti-emetic properties بو لبر أوي برو كلور بيرازين يكي كلو درماناني كأنتي إيميتيك بروبارتيكي بقوتي هيا In case of the motion sickness Anticholinergic agent example hyoscine hydrobromide يكي كلو درماناني كاتي كموشن سيكنس من هبت أتواني بكاري بهنين should be given 20 minutes before the start of the journey بيش أوي بيز دقيقة بيش أوي سفركي دس بيبكات وياخد سواري قطارك بيغ ياخد سواري تسعر بيت ويعن سواري بلميك بيت أبيت أم درمانة ور بقريت ياخد أنتي هستامين إكزامبل بروميثازين أمانة همو يارمتي در أبي بو أويكا أوكي سي چار سر بكريتو بيشنتك نرجع توا أتواني لكاتي كمورنينج سيكنس من هبي فيتامين بي 6 وصف بكين لقل جينجر لقل أنتي هستامين كان همو يارمتي در كي زور باش أبيت بو أويكا أو بيشنتك نرجع توا و
هوادارم سودیکی تاوتن لیکچرکه ورگرتو بیتا زور سپاسو گاتی که خوش.